الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المولى تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. أحبابنا الكرام، الله جل جلاله وعم نواله ينادي يوم الحساب: أين المتجالسين في؟ أين المتزاورين في؟ أين المتباذلين في؟ أين المتحابين في؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا اليوم تكون فيه المظلة الربانية، الذي ليس تحت هذه المظلة الربانية العرق يصل إلى كعبيه أو ركبتيه أو حقوي أو ترقوته أو يلجمه الجام، ولكن ناس مستأنسين حققوا مراد الله عز وجل في هذه الدنيا، فالله عز وجل أعطاهم مرادهم في الآخرة. لهذا الله عز وجل ما جعل هذه الدنيا إلا دار عبور، دار ممر، دار ابتلاء، دار امتحان. نتائج الدنيا تظهر بعد هذه الدنيا. الله عز وجل قال: كل نفس بما كسبت رهينة. الإنسان مرهون في قبره على حسب أعماله، وهذا الإنسان في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى أعطاه حرية الاختيار، هو الذي يقرر مصيره. إن كان طلب الخير الله وفقه لذلك، وإن كان راح في طريق الشر نفسه عانت عليه. الله عز وجل قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي الحديث القدسي في باب تحريم الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاستهدوني من العبد، لابد أول شيء فاستهدوني، يطلب العبد. أهدكم من الرب، يعطيه الرب، فلابد أول شيء العبد يقوم بالطلب. فاستهدوني أهدكم. لهذا يا أحبابنا الكرام، في الحديث: إن لله نفحات فتعرضوا لها. فالإنسان في هذه الدنيا دار الابتلاء ودار الامتحان، يعيش فيها فترة وينتقل من هذه الدنيا، ولكن المطلوب ينتقل برضا الله سبحانه وتعالى. ورضا الله سبحانه وتعالى في طاعته، وطاعة الله عز وجل بينوها الأنبياء والمرسلين، أرسلهم رب العالمين لأقوامهم جميعهم، قالوا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء ينادون أقوامهم ويبينون لهم، كما قال الله عز وجل في القرآن: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما جئت به أنا والنبيون من قبل قول لا إله إلا الله. لا إله
تعلقت الرواسب في القلوب، فجاءوا الأنبياء، رب العالمين أرسلهم حتى يجتهدوا على قلوب الناس، حتى تنظف هذه القلوب من هذه الرواسب. لا إله، أول شيء تخلية، أول مرحلة نفي، تخلية، طلع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا بها موتاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله ليس ترديد ولا ألفاظ، بل لا إله إلا الله تصديقها العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين يجتهدون على القلوب، وهذا هو محط نظر الله عز وجل. لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محط نظر الله عز وجل قلب هذا العبد، متوجه إليه أو لغيره. فكل الأنبياء وكل المرسلين جاءوا بنفس المقصد، يدعون أقوامهم إلى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في هذا الكون إلا الله جل جلاله. هو الذي يستحق العبادة، لأنه هو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا، وإليه مآلنا. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فلهذا يا أحبابنا الكرام، جميع الأنبياء كان هذا مقصدهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار سنين، ولكن جاء الأمر من الله جل جلاله. لأن هذه الأمة الله عز وجل أعطاها جهدين: جهد النفس وجهد الناس. جهد النفس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن هذا الجهد اشتركنا مع جميع الأمم السابقة فيه، اشتركنا معهم في التوحيد وباقي الأركان: الصلاة والزكاة والصوم والحج. الله عز وجل بيّن الآية التي أسلفناها: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي توحيد الله جل جلاله. وكذلك قال الله عز وجل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فيا أحبابنا الكرام، الله عز وجل ميز هذه الأمة بميزة جهد الناس، وهي الدعوة إلى الله. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجولات وفي الزيارات: من ينصرني، من يؤويني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول في مكة ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. صار إقبال من البعض، الآن يحتاجون البيئة للتعليم والتعلم، أولها دعوة وثانيها البيئة للتعليم والتعلم. عين النبي صلى الله عليه وسلم دار أرقم بن الأرقم
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عن الإيمانيات والمغيبات وقصص الأنبياء والمرسلين، وماذا رب العالمين أكرم الذين ناصروا الأنبياء، وماذا فعل رب العالمين بالذين خالفوا الأنبياء. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، أول شيء أمر ببناء المسجد واشترك في الخدمة في بناء المسجد. يأتون الوفود يرسلون مناديل، وفود يرسلون يندبون عن أقوامهم، لأن مسألة عظيمة، ورجل من أشراف الناس من القبيلة المعروفة قريش، طردوه جماعته وأبوه أهل يثرب، فهم يريدون يعرفون ما هو الخبر. يأتون، ولكن لما يبدأ أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، يرون الصدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترددون، ينطقون الشهادتين. الذي تردد الذي عنده الكبر، الصادق ما تردد. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد ما يقبلون الشهادة شهادتين؟ يقول: فقهوا أخاكم، أي التعليم والتعلم، ومن ضمن التعليم والتعلم العبادات والذكر. بعد هذا اليوم الطويل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر لأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: من يكرم أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخدمة. فهذه الأربعة أعمال: الدعوة إلى الله، التعليم والتعلم، العبادات والذكر، الخدمة، هذه موجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يا أحبابنا الكرام، نبي الله صلى الله عليه وسلم بدأ يتجول على الناس، ناس قبلوا وناس رفضوا، ولكن الذي قبل كم كان عظيم عند الله وقريب من الله جل جلاله. صارت الفتوحات، أسلم واحد اسمه عفيف الغفاري من بني غفار من جماعة أبو ذر رضي الله تعالى عنه. لما أسلم بكى 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 حتى فقد البصر. يهون عليه ابنه: ما يبكيك؟ قال: والله لو كنت أسلمت ذاك الزمان لكنت رابع أربعة. كان يتاجر مع العباس رضي الله تعالى عنهما، وكان يأتي إلى مكة المكرمة، فمر من المرات بداية الدعوة رأى رجل وامرأة وغلام، فسأل العباس: من هؤلاء يمشون في طرقات مكة؟ طلعوا عندهم خيمة في الحرم المكي. قال: هذا ابن أخي يقول أنه نبي، وهذه زوجته خديجة الأسدية، وهذا ربيبه ابن أخي علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكان يتذكر ذاك الزمان أن تألم ما أسلم من لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لكنت رابع أربعة، يعني ماذا يكون في مقام سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني نص لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبو بكر لرجح إيمان أبو بكر، يعني كان ينظر لها بهذا المنظور. فيا أحبابنا الكرام، الله عز وجل أعطانا هذه الدعوة المباركة، كما يقولون جوهرة
هذا القرن. فهذه الدعوة، كم من الناس صلحت ورجعت لدين الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة المباركة إذا نقوم بها بالأهمية ونحافظ عليها مثل ما نحافظ على العين، العين لو تأتي فيها شعرة ما يتحملها الإنسان، يريد إخراجها. فهذه الدعوة المباركة كما تعلمناها نقوم بها. لما سيدنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه تأخر، ما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ولكن حياة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم منهج لهذه الأمة حتى تقوم الساعة، تصحيح المفاهيم. فنبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعداد للخروج معه، فيقول الراوي: وما كان يحصينا ديوان، يعني كان التشكيل موجود، الأسماء موجودة تسجل. قال اللي يبي يغيب واللي يبي يتخفى يقدر في ذاك الوقت من 30,000. ولكن يا أحبابنا الكرام، لما التفت النبي صلى الله عليه وسلم فما رأى معاذ وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال أحدهم: يا رسول الله، ما رأى سيدنا كعب؟ قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفي، انشغل في نفسه. فرد عليه سيدنا سعد قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من يعتذر، وجاء سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه وبين الأمر الحقيقي، فقال النبي، فلما طرده النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم حتى يقضي الله بأمره. فالصادق طرد، سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه، ولكن الكاذب المنافقون، رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. ولما ذهب سيدنا كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فصدق، صادق. ولكن تربية للأمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يكلمه. فيا أحبابنا الكرام، القصة طويلة، ولكن المقصود من هذا توضيح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنهم يمشون بالترتيب المطلوب، الترتيب الصحيح، الهدايات الصحيحة التي أعطاهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الناس تتأثر من أشكالهم ليس من أقوالهم، من أخلاقهم ليس من ألفاظهم، من معاملاتهم ليس من فصاحتهم. يدخلون الأغيار المدينة وينظرون فيرون الصدق في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ويقبلون الشهادتين. وكل واحد يا أحبابنا الكرام نطق الشهادتين أصبح عنده شعور بالمسؤولية بالدعوة إلى الله. جميعا الإنس والجن
الإنس والجن. جاء مرة من المرات جلس عمير بن وهب الجمحي بعد وقعة بدر مع صفوان ابن أمية بن خلف، فقال: والله لولا دين علي في الحجر، والله لولا دين علي وعيال عندي لذهبت وقتلت محمد. هذا قول عمير، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء الاثنين، كما جاء في وصفنا شيطانان من شياطين قريش. وانتهزها صفوان وقال: دينك ديني وعيالك عيالي. قال: اكتم علي امري. قال: لا اخبر به احدا. فسم السيف ومشى الى المدينة. ولكن هل الصحابة بس بيشوفون الامر وبيتركون الامر على كيف عمير؟ لا، الصحابة من دون النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يقولون: نحري دون نحرك يا رسول الله، نفسي دون نفسك يا رسول الله، يفدون بحياتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذى. فكان صفوان يلف في مكة المكرمة ويقول، ينادي: أبشروا بخبر ينسيكم وقعة بدر. وقعة بدر 70 من المشركين راحوا و70 مأسورين، فيريد يبرد قلوبهم شوي ويعرفون صفوان رجل صادق، وهم ينتظرون هذا الخبر. فالخبر جاء خلاف هواهم. لما وصل عمير ابن وهب الجمحي المدينة المنورة، رآه سيدنا عمر رضي الله وقال: والله ما جاء بهذا الكلب إلا شر. فمسك من جيبه، هذا الجيب الأول اللي يحطوا فيه فلوس داخل، فمسك من الجيب، ولكن قبضة سيدنا عمر رضي الله تعالى، فأجهد في القبضة وهو يسحبه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه يا عمر، ادن مني يا عمير، ما أمرك؟ قال: جئت أشوف أسيري عندكم ابنه وهب. قال: اصدقني القول يا عمير. قال: هو ذاك يا محمد. قال: وما أمر سيفك؟ قال: قبحها الله من السيوف، وهل أغنت في بدر بشيء؟ قال: اصدقني القول يا عمير. قال: هو ذاك يا محمد. قال: أما جلست مع صفوان في الحجر وقلت: والله لولا دين علي وعيال عندي لذهبت وقتلت محمد؟ وقال: دينك ديني وعيالك عيالي. قال: والله ما جاء بهذا الخبر إلا أهل السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ماذا قال عمير مباشرة؟ يا رسول الله، ائذن لي بكل مجلس أظهرت في معاداتي لك، أظهر في موالاتي لك، جاء قاتل ورجع داعي. فيا أحبابنا الكرام، هذه الدعوة المباركة من لب الأركان ما تتجزأ، وأصل الدعوة لغير المسلم، ولكن الأمة انقسمت على قسمين: الطالب والهارب. الطالب أصحاب الطاعة، أهل المسجد أمثالكم، لكن لا يكتفون بالطاعة على أنفسهم وينسون الآخرين. لابد نتفكر للهارب، من يحتضنه؟ من يأتي به؟ من يصبر عليه؟ من يتحمله؟ الإمام أبو حنيفة في زمانه رحمة الله عليه، كان جاره واحد من جيرانه سكير، وفي الليل يدندن ولا غالب عليه السكر، ينادي بأبيات: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، هم ضيع نفسه ويلوم غيره. ليلة من الليالي ما سمع سيدنا أبو حنيفة رحمة الله عليه، فسأل عنه، قال: والله امسكوه الشرطة، راح يشفع له. لما وصل ورآه مسؤول الشرطة، أقبل على الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه حافي القدمين، يريد يلبي له طلب. قال: أسيري عندكم مقبوض. قال: أسيرك واللي مع أسيرك المقبوضين في ذاك الليلة كلهم معفي عنهم. هكذا يا أحبابنا الكرام يكون في قلوبنا الرحمة
والشفقة على الناس، يكون في قلوبنا يا أحباب الكرام. الناس تأتي إلى هذه البيئات لأن لعل الله عز وجل بصبرك وتحملك الله عز وجل يأتي بهذا الشخص، ويكونون وراه كم من الناس يتبعونه في الخير وفي الطاعة وفي الصلاح. لكن يا أحبابنا الكرام، إذا اكتفينا على أنفسنا ونسينا الآخرين، من لهم يضيعون. فهذه الأمة الله عز وجل أعطاها هذه المسؤولية، مسؤولية الدعوة، حتى تقوم بالنصح. وأصل النصح يا أحباب الكرام ليس إنكار المنكر، النصح تغيير المنكر. إنكار المنكر يكسر القلب ويزيد الفتن. لا غلط يا أخي، كذا كم يأثر في القلب. ولكن تغيير، لما جاء رجل من البادية ودخل المدينة المنورة ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال في المسجد، منكر، فعل قذر. الصحابة لما رأوا هذا المنظر ما تحملوا، هموا بالإيقاع به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه ولا تزرموه، وأريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. انت ويا الحمية للدين والغيرة على الدين، خلوه يكمل البول وانت اللي تنظفون البول. فيحبابنا الكرام، لما فرق دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا، ما جعلت بيوت الله عز وجل إلا لتلاوة آياته وذكره وعبادته. فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لهؤلاء أبدا. فالأصل يا أحبابي الكرام كيف الناس يقربون يأتون. هذا لا يمكن يا أحبابنا الكرام يأتي الشيء بالتمني أبدا، لابد من الفكر، لابد من التضحية، لابد من الجهد، حتى يا أحبابي الكرام هذا الخير ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، حتى هذا الخير يعم. لأن أحبابنا الكرام إذا هذا الإنسان ما قام لهذا الخير، الخوف أن الشر يأتي عليه. لما أمر رب العالمين جبريل عليه السلام بخسف قرية، قال: يا رب، فيهم فلان عبدك ما عصى. قال: فبه فابدأ، لأن ما تمعر وجهه من أجل الله. فيا أحبابنا الكرام كيف هذا يأتي؟ لما نجلس ونتفكر ونتشاور ونجتهد لهذا الدين العظيم ونقوم بجهد الدين. ولكن يا أحبابنا الكرام، يعني هذا كل واحد عنده غيرة وعنده حمية للدين، ولكن ممكن الغيرة والحمية على الدين تقلب الموضوع. لا، ندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو كما دعوا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، التلطف مع الناس والوصول إلى الناس وزيارة الناس. نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى متى تأتي القبائل في المواسم، مواسم الحج، مرة من المرات ذهب إلى منى فسلم على قبيلة من القبائل تسمى بنو عامر، فاستحبوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسوا معهم. ولكن لما جاء الشقي بجرة قال: ما أمركم؟ ماذا تقول عنكم العرب؟ كيف ترجعون؟ فألما أكثر الكلام طرد النبي صلى الله عليه وسلم وركب على ناقة نبي الله صلى الله عليه وسلم وقمز هذا الشقي حتى سقط النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت امرأة من بني عامر متزوجة من واحد من أهل قريش في مكة المكرمة، لما رأت هذا الحال ما تحملت أن تخفي ما بداخلها، قالت: يا بنو عامر، ولا عامر لكم، أيفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقاموا لنجدة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وقاموا مع الشقي بجرة اثنين، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للثلاثة، فالله عز وجل هزم هؤلاء الأشقياء، والله عز وجل من على هؤلاء الثلاثة
الذين قاموا لنجدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة بالإسلام، وكذلك شهداء مقبلين غير مدبرين. فيحبابنا الكرام، هذه يعني الدعوة الله عز وجل أعطانا إياها، لكن لابد أن احنا يا أحباب الكرام ما نفرط فيها، نجتهد كما اجتهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ونحن في زمان، لأن جميع الأحوال مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، مر صنف لا علم ولا إيمان، صنف إيمان بدون علم، صنف لا علم ولا إيمان. الأصناف الثلاثة لا علم ولا إيمان، إيمان بدون علم، علم بدون إيمان. وعالجهم النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نحن نرى حالنا في أي صنف نكون، صنف لا علم ولا إيمان، مثل هذا الرجل الذي جاء من البادية وبال في المسجد، القصة التي ذكرت. صنف إيمان بدون علم. مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وراء أحد المسلمين في إصبعه خاتم ذهب، فأحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، فقال بكلام معناه: أيعمد أحدكم أن يضع في إصبعه جمرة من نار؟ فنزع فطرح حيرما ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أصحابه: يا هذا خذ وانتفع به. قال: لا والله، ما آخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتراما للموقف ترك حتى هذا الشيء. فإيمان موجود يتحمل الصدمات، ولكن علم قليل فيجهل الأمر وتعدى حدود الله ولبس الحرام. ولكن الصنف الثالث علم بدون إيمان، هذه المصيبة الكبيرة واللي تعاني منها هذه الأمة إلا من رحم الله. علم بدون إيمان. مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وجاء شاب وقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فالصحابة ما تحملوا الكلام، لكن لما أدناه النبي صلى الله عليه وسلم سكنوا. فقال: يا هذا، أترضى أن يكون بأمك؟ قال: لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال: أترضى أن يكون بأختك؟ قال: لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال: أترضى أن يكون بعمتك؟ قال: لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال: كيف ترضى على محارم الناس؟ قال: ادعو الله لي يا رسول الله. فضرب صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم طهر قلبه واحفظ فرجه واغفر ذنبه. قال: والله يا رسول الله، أكره ما عندي هو الزنا. مباشرة الأمة مثل هذا الشاب إلا من رحمه الله. بعيد عنكم الآن المسلم لما يعمل الفواحش والمنكرات والكبائر يعصي الله سبحانه وتعالى، غشيم؟ مو بغشيم، ما حد غشيم، ولكن بسبب ضعف الإيمان تجرأ على أوامر الله سبحانه وتعالى وعطلها أو تعداها. فما هو المطلوب الآن؟ مطلوب أول شيء اسمه جهد الإيمان. من هذا يقول الشيخ محمد الياس رحمة الله عليه، الذي بدأ هذا الجهد المبارك، لأن شاف يعني في بلاده في الهند الناس على الشركيات، فمن هذا رسخ لا إله إلا الله اليقين حتى تظهر الشركيات. شاف البدع فأكملها بمحمد رسول الله. شاف الناس في الصلاة ضعيفين فصارت الصفة الثانية. شاف الناس عندهم الجهل فركز على العلم والذكر، لأن الناس شافهم في قفلة. شاف المحبة معدومة بين المسلمين فركز على كرام المسلمين. شاف الأعمال، بعض الأعمال بس إظهار، فركز على تصحيح النية وخلاصها لله سبحانه وتعالى. قال: كيف هذه الصفات تأتي؟ قال: بمهنة الأنبياء، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن هذا تأسست الصفات. فلهذا يا أحبابنا الكرام، الآن الأمة هذا الذي تحتاجه شيء اسمه جهد الإيمان. قال: أنا ما سميت هذه الأمة جهد، أمة جماعة التبليغ، ولكن الناس يسمون تبليغي جماعة التبليغ. لو أعرف يلتصق علينا اسم لسمينا أنفسنا جماعة تحريك الإيمان. واحد يخرج في سبيل الله 3 أيام تتغير عندها العواطف، يصير عندها الآن المراقبة، الخوف، الخشية، الآن يريد الأعمال، يريد وهو نفس الاسم ونفس الشكل ما تغير.
ولكن لأن في البيئة عاش في البيئة من هذا المشايخ يقولون نجد هذه البيئات في مقامنا حتى الناس تعيش في البيئات الإيمانية والأعمال الصالحة وتجتهد لدين الله سبحانه وتعالى. فمن هذا يا أحباب الكرام هذه المسؤولية مسؤولية علينا كلنا، مسؤولية علينا كلنا كيف نجتهد حتى يا أحبابنا الكرام نتقوى في الطاعة في الجهد في الأعمال، وكذلك الناس الآخرين يتقوون في هذا الجهد في هذه الطاعة في هذه الأعمال الصالحة. كل الصحابة عندهم الشعور بالمسؤولية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء ضمام بن ثعلبة أرسلوه جماعته بني سعد بن بكر اللي منهم العتبان الآن من جنوب الطائف إلى المدينة المنورة، وكان ضمام رجل جلد أشعر لا غديرتين، ركب بعيره 8 ليال و7 أيام وصل ونوخ البعير عند باب المسجد ودخل. ولكن لأن الصحابة كلهم متمسكين بصورة وسيرة وسريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة في حياتهم ظاهرة وباطنة، فما عرف أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فبين نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد، قال نعم، قال يا ابن عبد المطلب إني سائله ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال سل ما بذلك يا أخا العرب؟ قال من رفع السماء؟ قال الله. قال من بسط الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال؟ قال الله. قال من أجرى الأنهار؟ قال الله. قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وأجرى الأنهار، الله بعثك فينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وأجرى الأنهار، اللهم أراك أن نعبده ولا نشرك به شيئا؟ قال اللهم نعم. فبدأ يعدد الأركان والشرائع. قال والذي يفعل ذلك؟ يعني الصوم والصلاة والزكاة والحج. قال والذي يفعل ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فله الجنة. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، إذا هاي بتوصلني الجنة ما أزيد ولا أنقص. ورجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ذو العقيصتين، راعي الجدايل الوصايا، إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة، وفي رواية أفلح إن صدق. وصل جماعته أول ما بدأ قال بئس اللات بئس العزة، يسب الآلهة، فقالوا اتق الجذام اتق البرص اتق الجنون، تحمل لا يصيبك ضرر منهم، يصيبك حوبة يصيبك شيء. قال والله إنهما لا يضران ولا ينفعان، إني آمنت بالله واتبعت نبيه. فأقسم إنه ما يبيت وفي حاضره بيت من بيوت بني سعد بن بكر ما دخلوا الدين. هذا الكلام لما خيم الظلام، ما جاء الفجر إلا الرجال والنساء والأطفال حاضرين صلاة الجماعة. ماذا فعل؟ سوى أداب النوم لا، جولات وزيارات. فلما جاء الخبر لأهل المدينة كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول خير وافد لقومه ضمام. يا أخواني نعرف من هذه الحادثة، ما قال بروح أدعي، لكن حتى نعرف أن هذه الدعوة من لب الأركان ما تتجزأ. وين جبتوا الدعوة؟ ما خبرنا عليها اللي قبلنا؟ لا لا، هذا قصة هذا قصص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ما قال بادعي، قال لا أزيد ولا أنقص، ولكن ماذا فعل لما وصل؟ مباشرة دعا إلى الله سبحانه وتعالى. والشيء الثاني، ما هي الفترة الزمنية من قبوله الدين إلى تبليغه الدين، من أسلم إلى أن دعا؟ مسافة الطريق من المدينة المنورة إلى جنوب الطائف كم أعمارنا الآن؟ 30 40 50 60 70، فوق تحت، جاءت مسافة الطريق ولا باقي شوي؟ فيا أحبابنا الكرام كل واحد أدرى بنفسه. والشيء الثالث يا أحبابنا الكرام، ما هي الحصيلة العلمية حتى ينطق بها ويتكلم بها ويدعو بها؟ الآن جديد أسلم جديد، ولكن هذا الدين فطرة، هذا الدين يا أحباب الكرام فطرة. الله عز وجل بيّن آيات ليست فقط قرآنية بل آيات كونية. الآن نتكلم عن الدنيا،
نستطيع 10 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة، نص ساعة، في مجالسنا ما نمل، لكن عند الخطيب بنمل إذا طول عن مدته خطبة الجمعة. في مشكلة، في مشكلة. لهذا يا أحبابنا الكرام، يعني ما الحصيلة العلمية مباشرة فطرة. الله عز وجل بيّن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الليل آية، النهار آية، الشمس آية، القمر آية، النجوم آية، كلها آيات. مثل ما سئل صاحب الإبل كيف تعرف الله، لا جاء بآية ولا بحديث، جاء من البيئة التي عاش فيها. قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحر ذات أمواج، ألا يدل على اللطيف الخبير، بلى جل جلاله عما نواله. آيات كونية. الآن كبار محدثين الأمة يرددون كلام هذا صاحب الإبل الأعرابي. فمن هذا يا أحبابنا الكرام، الدين سهل والدعوة سهلة إذا سهلناها على أنفسنا، ولكن المقصود كيف نحن كلنا نتحمل هذه المسؤولية، نتحمل هذه المسؤولية ونقوم بهذا الفكر وهذا الجهد. الإنسان الله عز وجل ما كلف بالنتائج، كلف بالجهد، لأن النتائج ليست بيد حتى الأنبياء، لأن الله عز وجل قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن احنا عندنا الجهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من المشروط حتى يأتي الموعود. المشروط الجهد، الموعود الهداية لنا. أما المتلقي فالهداية لها 3 أمور. أولها الطلب، يكون الإنسان عنده طلب، مثل ما بيّن الله عز وجل: أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. لا لا، وفي الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يعني المحتاج يبدأ، ونحن محتاجين، نحن المحتاجين. الله عز وجل قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقير محتاج للغني ولا ما هو محتاج؟ لا بد يمد يده، يرفع يده في الليل يطلب من الله سبحانه وتعالى. طلب يكون عندنا. والشيء الثاني البيئة، لأن البيئة فيها قوة. في الحديث: مثل جليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكيل، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف في طلب مباشرة كون البيئة، دار أرقم بالرقم. ولما هاجر المدينة مباشرة أمر ببناء المسجد، البيئة. وثالث شيء الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والاتباع بيّن الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا الذي يدعي الاتباع. فلهذا يا أحبابنا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لشخصيتين، شخصيتين مهمة. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، لكن لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان عناده جهل، ولكن عناد أبو جهل كبر، فصاحب الكبر محروم، ولكن الذي يجهل الأمر ويبحث عن الحقيقة الله يعطيه. فمن هذا يا أحبابنا الكرام، المطلوب من عندنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قام به نقوم به. وقال في آخر خطبه: بلغوا عني ولو آية، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. تبليغ دين الله سبحانه وتعالى مسؤولية هذه الأمة. ناس إذا واحد أسلم من الأغيار يبكي على حال والديه، وسمعت القصص الكثيرة عنهم،
أن أبوه أو أمه ماتوا على غير الإسلام، يتندمون ويتألمون. فالفرصة عندنا يا أحبابنا الكرام، مطلوب من عندنا الجهد، ومن احتسب الأجر ما مل العمل. الذي يعرف ما هو المقابل له عند الله سبحانه يتلذذ، ولو خلاف نفسه وخلاف هواه. ولكن يا أحباب الكرام، خروجنا في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالمشورة، نسلم الأمر حسب ما يفصلون الأحباب، يكون عندنا الاستعداد قريب أو بعيد. هذه التربية الصحيحة. أما إذا على هوانا وعلى مزاجنا، لا يا أحباب الكرام، ما يكون في هذا الخروج تربية. فمن منكم مستعد أولا 4 شهور بالقيام نقدا؟ بسم الله، بارك الله فيكم. بسم الله يا أحباب، نقوم ونقدم الأوقات، نخرج في سبيل الله، ونكون تحت المشورة بالذي يرونه الأحباب، نستعد. ولكن ما نقدم ونقول تحت المشورة لا لا لا، تحت المشورة يعني ممكن يفصلون عليك تروح، ممكن يفصلون عليك تقعد، مو تحت المشورة وبالترتيب، لا. نعطي أوقاتنا يا أحباب الكرام، بارك الله فيكم، نقدم